أشواط مشاهدينا الكرام الستة الماضية، وكانت الإثارة والمتعة واضحة في انطلاقة الفترة المسائية، وما شد انتباهي أن هنالك ثلاثة أسماء فازا في المركز الأول يحمل الرقم 6. إذا مشاهدينا الكرام علاقة قوية مع الرقم 6 مع الفوز في المركز الأول. متابعينا الكرام أتواصل مع حضراتكم بهذه الانطلاق، وأنقل المايك للزميل أحمد بن محمد العمري ليتواصل بالوصف والتعليق مع اندفاعي وانطلاق الشوط السابع مشاهدينا الكرام الذي خصص للبكار الجدا. مشاهدينا الاعزاء شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي، هذه الانطلاقه ايضا السابعه كما ذكر الزميل خاصه بفئه البكار الاذاع. امام كل انطلاقه نرى المركز الاول مباشره، وهناك براق اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سالم بن نايع الغفلي في مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني أمر في المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد، محمد بن عبد الله بن حميدان اللي ضمر أمر ويامر عليها في هذه اللحظات. المركز الثالث، المركز الثالث الكبسولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مطر بن محمد بالضبيعة اللي ضمر الكبسولة اللي أخذت المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الرابع هناك هملولة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد، آل هيان وعيسى بن سعيد الخيلي ضمر أيضا هملولة اللي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات وصول من قبل الخوارة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم، آل مكتوم سلطان بن سيف المقبال اللي ضمرها في المركز الخامس. خمسة مراكز وأول ندى للخمس المراكز في هذا الشوط، وهذه الانطلاقة أمامكم كما تلاحظون بصالح براقة، بصالح براقة اللي على الانطلاق وفيما قدمت الشوط من البداية. تعود ملكية براقة مشاهدينا متابعينا الأعزاء اللي في الصدارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن مكتوم المكتوم، المضمر سالم بن نايع الغفلي في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أمر في المركز الثاني، وأمر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وسيد محمد بن عبد الله بن حميدان اللي ضمرها مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء نشوف اللي أخذت المركز الثالث، وهناك الكبسولة، الكبسولة مشاهدي الأعزاء هي اللي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مضمر مطر بن محمد بضبيعة في المركز الثالث. نغلى إلى المركز الرابع، المركز الرابع هناك الدوحة، الدوحة لسمو الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المضمر فهد بن سيف الخيرين في هذه اللحظات في المركز الرابع، بينما المركز الخامس وهناك هملولة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد، آل هيان عيسى بن سعيد الخيلي يضمر هملولة اللي في المركز الخامس. خمسة مراكز وثاني ندى للخمس المراكز الأولى في هذا الشوط، وفيها سامي أراها لم تدخل عالم الإذاعة، ولكن ترغب المزيد والمزيد من التنافس في هذا الشوط وفي كل الأشواط. ولكن هناك ايضا براقه، براقه هي اللي في المركز الاول، تعود ملكيه براقه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ويلا يا بضبيعه، ويلا يا بضبيعه، خلك مع براقه، ويلا يا بن نايع في هذه اللحظات يضمر براقه، يا سلام قدومها ممتاز للغايه كما تلاحظونها من سالم بن نايع الغفلي، مشكور يا بن نايع. المركز الثاني امر، أمر في المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد ومحمد بن عبد الله بن حميدون اللي ضمر أمر في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث هناك الغدوم من قبل الكبسولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مطر بن محمد بالضبيعة اللي ضمرها في المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات قدوم من قبل عالية، عالية لسمو الشيخ نهيان بن حمدان النهيان سالم سالمين بن سالم الشامسي اللي ضمرها في المركز الرابع.
وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء شغب، شغب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد، محمد بن عبد الله بن حميدان اللي ضمر شغب في المركز الخامس في هذه اللحظات. كيلوين ونصف عن خط النهايه، ولكن هناك الله، شوف الانطلاقه، شوف الانطلاقه الثنائيه من قبل ايضا مشاهدينا الاعزاء، امر غيرت وانتزعت المركز الاول على حساب براقة، على حساب براقة غيرت وانتزعت المركز الأول لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان اللي ضمر أمر في هذه اللحظات. المركز الثاني براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، واللي ضمر براقة مشاهدين الأعزاء أيضا بقيادة السيد سالم بن نايع الغفلي. يا سلام الله الله، يا هذا يا هذا الشوط. المركز الثالث ايضا قدوم من قبل شغب اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد ومحمد بن عبد الله بن حميدان يضمرها. يا سلام في المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع ايضا قدوم في هذه اللحظات من قبل اللي تدخلت في المركز الرابع، غزوه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد جمعه بن عتيق الرميثي اللي ضمرها في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس ايضا قدوم من قبل مشاهدي الاعزاء الخواره، والخواره مملوكه لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي اللي ضمرها. يا سلام، ولكن خلونا مع الصدارة. الله يا سلام، أمر أيضا انتقلت إلى المركز الأول، انتقلت إلى المركز الأول وتتأمر في هذا الشوط. أمر يا سلام في الصدارة كما تلاحظونها اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، ويلا محمد بن عبد الله بن حميدون. يا سلام مشكور، كيلو ومئتين، 1200 عن خط النهاية. المركز الثاني براقة، براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سالم بن نايع الغفري اللي ضمر براقة. المركز الثالث شغب لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد، ضمر محمد بن عبد الله بن حميدان في المركز الثالث. يا سلام، والكيلومتر الأخير، كيلو الحماس، كيلو التنافس، كيلو الصراع، ولكن أمر لا زالت وبراقة في المنافسة في هذه اللحظات بعد ما بانت المنصة وبان خط النهاية كما تلاحظون. يا سلام، أيضا في هذه اللحظات براقة غيرت انتزعت المركز الأول اللي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، ضمر سالم بن نايع الغفلي في مقدمة هذا الشوط وانطلقت من المركز الأول براقة. عادت ما نهب منها من قبل لحظات وانتزعت المركز الأول. يا سلام على براقة. المركز الثاني أمر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث ايضا شغب سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع حملوله سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد ال نهيان عيسى بن سعيد الخيلي. الله، روح يا الغفلي روح، اشوف حملوله قادمه، اشوف حملوله قادمه. يا سلام، براقة لا زالت ولكن الخطورة من قبل هملولة، هملولة تعلن شارة الخطورة. الله يا سلام، الله 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 يا سلام، وتتسلل هملولة، تتسلل هملولة في هذه اللحظات عند اللحظات الأخيرة. يا سلام يا هملولة بإشعارها العيناوي، بإشعارها العيناوي. يا سلام، تهانينا لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد ال نهيان، تهانينا لعيسى بن سعيد الخيالي على فوز هملوله بالمركز الاول. وها هي هملوله، السلاله الهملوله يا الاصيله، تصل لخط النهايه، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني براقه، وبراقه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث غاده لسمو الشيخ محمد بن مر المكتوم المكتوم. المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد في المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع سهم سمو لسعادة الشيخ سعود بن فهد آل ثاني اللي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. إذا لنعود مشاهدينا متابعينا الأعزاء مع الإعادة والتوقيت الزمني إلى هملولة من مسافة 6 كيلومترات 9:39 جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، تهانينا لعيسى بن سعيد الخيلي. المركز الثاني كان من نصيب اللي وصلت في المركز الثاني اللي هي براقة، أيضا براقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سالم بن نايع الغفلي ضمرها 9:42
وست اجزاء من الثانيه كانت وصلت في المركز الثالث. غادر اسمه الشيخ محمد بن المر بالمكتوم المكتوب. توقيتها الزمني 9:42.7 من الثانيه. هنينا ايضا لجميع الفائزين. وفي هذه اللحظات تحيل الميكروفون للزميل